عايز اقول لكم ايضا بعدها مباشرة او في نفس هذا الاطار يلتقي وزير الخارجية المصري مع وزير خارجية جمهورية الكونغو الديمقراطية ووزير خارجية فرنسا، وايضا تم استعراض اخر مستجدات سد النهضة. وطبعا اكيد في هذه الاجتماعات بيتم بحث ملفات مختلفة وعلى رأسها طبعا مكافحة داعش والملف السوري الذي تهتم به مصر بشكل كبير. على الهاتف الزميل الأستاذ أحمد ناجي قمحة، رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية. مساء الخير أستاذ أحمد. أهلا أستاذ محمد، إزي حضرتك يا فندم؟ الحمد لله. أستاذ أحمد قل لي، الملف المصري وفي كل اللقاءات الخاص بسد النهضة، خاصة بعد أن أصبح الأمر الآن متداول في الأمم المتحدة وهناك طلبات مختلفة من عدة يعني جهات ومن ضمنها جامعة الدول العربية بعقد اجتماع خاص بهذا الأمر في مجلس الأمن الدولي، مصر بتقول إيه لما بتتقابل على مستوى ثنائي مع الدول؟ المطالب المصرية واضحة، والإطار المصري العقلاني الرشيد اللي الدولة المصرية بتنهجه في هذا الملف واضح. الدولة المصرية بتطالب باتفاق ملزم تراعي مبادئ تحقيق المكاسب للشعوب كلها تحت شعار المكسب للجميع، رفض الانفراد لأحد الأطراف بإجلاء إراداته على الأطراف الأخرى، أن يكون هذا الاتفاق ملزم فيما يتعلق بتشغيل وملء السد، ويراعي الحقوق الطبيعية المنشأة بحكم الطبيعة والمنشأة بحكم الاتفاقيات القانونية على مدار التاريخ. الدولة المصرية في هذه المطالب هي بتطالب بمطالب عادلة بناء على ما نصت عليه كل الاتفاقيات الدولية، كل الاتفاقيات المنظمة للأنهار العابرة للحدود، كل الشواهد اللي تتعلق بمثل هذه السدود في حالات شبيهة بذلك. تم التدخل لوقف مثل هذه المشروعات اللي بتهدف إلى تهديد مصير شعوب بالكامل وتهديد أمن قومي للدول. من هنا الدولة المصرية بتكثف تحركاتها، يعني لا تترك زيارة لمسؤول مصري إلا ويتم التأكيد على هذه المطالب. خلينا نستعرض أنك أنت في خلال الشهر الماضي مثلا لم يخلو لقاء لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، سواء في فرنسا، سواء في زيارته الأخيرة إلى العراق، سواء جولات السيد وزير الخارجية معالي السفير سامح شكري، سواء جولات السيد اللواء عباس كامل رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية في مختلف أنحاء الاتجاهات الحيوية للأمن القومي المصري في الشرق وفي الغرب وحتى في الولايات المتحدة الأمريكية. انت بتحمل رسائل واضحة من الدولة المصرية، رسائل بتقول للعالم ان هذه مطالب مشروعة، اننا دولة رفعنا شعار الالتزام، اننا دولة لم تخل باي نوع من انواع عدم الاستقرار في الاقليم، ان ما يحدث في الاقليم حتى هذه اللحظة يشير الى بوادر يمكن ان تهدد الامن والاستقرار الاقليمي، طالما الامر سيصل الى مرحلة يمكن ان يتهدد مع الامن القومي المصري. ومن ثم انت بتطالب المجتمع الدولي في هذه اللحظة على كافة هذه المستويات ان يكون هناك التزاما وتقديرا لحساسية هذا الموقف الذي لا يمثل فيه يعني اي فكرة لتهاون مع الامن القومي المصري. تمام جدا. قل لي يا استاذ احمد، ما الذي تتوقعه في الايام القادمة بخصوص هذه الازمة على الصعيد الدولي؟ انا لا شايفه انه يجب على العالم أن يقف وأن هو يتولى مسؤوليته، لأن احنا الآن خلاص احنا ماشيين بشكل جيد جدا وماشيين بشكل هادئ جدا، وكل اللي بنطالبه بيه بنطالب بيه حق الدولة المصرية وحق السودان وحق أثيوبيا أيضا، ولكن في إطار من الحل السلمي والهادئ جدا. حضرتك شايف الاتجاه القادم، ما الذي نتوقعه في غضون الأسابيع القادمة على الصعيد الدولي إيه؟ انت الاسابيع القادمه ستشهد مزيد من الاداره الرشيده من قبل الدوله المصريه لهذا الملف. الدوله المصريه تدرك جيدا ان اي نوع من انواع الاستفزاز او الانقرار خلف اي نوع من انواع الاستفزاز لا يتلاقى مع الاطار العام اللي فرضته الدوله المصريه في ممارستها لسياستها الرشيده طوال الفتره السابقه، ومن ثم ستستمر الدوله المصريه في تكثيف جهودها
حتى الوصول إلى مجلس الأمن، ومن داخل مجلس الأمن سنبحث في كيفية الوصول إلى قرار يلزم الطرف الإثيوبي باتفاق ملزم. الدولة المصرية ترى هذا السيناريو هو الأقرب لتحقيق المطالب العادلة للشعب المصري، للشعب السوداني، للشعب الإثيوبي، في تحقيق المكسب لجميع هذه الشعوب وحقها العادل بالتنمية الشاملة والمستدامة. هذه هي الرؤية المصرية اللي الدولة المصرية بتعمل على تحقيقها من خلال هذه الجهود المتواصلة خلال هذه المرحلة، بحيث ان احنا نصل الى مجلس الامن ولدينا اجماع من كافة الاطراف على ضرورة الزام الطرف الاثيوبي بتحقيق المصالح لجميع الشعوب في اطار من الحل الملزم يصل بنا الى اتفاق شامل ودائم وعادل، ويمنع التفكير المستقبلي في انشاء مثل هذا النوع من السدود الذي قد يمثل تهديدا للأمن القومي المائي للشعوب دول المصب في مصر والسودان. الدولة المصرية يمكن عبرت بحزم واضح أنه متى صدر قرار من مجلس الأمن فيما يتعلق بهذا الأمر على الدولة الإثيوبية أن تلتزم به، لأن دي آخر محطة كما تتصور الدولة المصرية في سياستها الرفيضة ناحية إلزام الطرف الإثيوبي بالالتزام باتفاقيات طالما تراجع عنها وطالما التف حولها طوال السنوات الماضية. صدور قرار من مجلس الأمن وإلزام الطرف الإثيوبي بتنفيذه هو غاية المراد من السياسة الرشيدة للدولة المصرية. حالة تراجع بقى من الطرف الإثيوبي عن الالتزام بما سيتم التوصل إليه، الدولة المصرية تركت كل الخيارات مفتوحة للتعامل مع مثل هذا الأمر، لأن تهديد الأمن القومي المائي للشعب المصري وللشعب السوداني أمر غير مقبول به نهائيا. الزميل أحمد ناجي قمحة، رئيس تحليل مجلة السياسة الدولية، بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المداخلة.